لم تنبس بكلمة واحدة مذ غادرنا الجنابي. ماذا تريد أن تعرف يا مولاي؟ اسمعني يا عتبة، مات أبي على فراشه بعد أن خاض حروبا كثيرة. صحيح أنه أورثني عرش سمارة، لكنه أورثني معه عددا وفيرا من الأعداء، منهم الأكثم بن عدي والجنابي وآخرون. إلا أني جهدت طوال سنين حكمي أن أنهي تلك العداوات كي أنام وشعبي بسلام. والآن أتمنى أن تأتي إلى يوم تنهي فيه كل عداواتك، فهذا هو السبيل الوحيد كي تنام مرتاحا إن كنت تريد ذلك. إن كنت قد نسيت أني صاحب عرش المغتصب، فلا يمكن أن أنسى أني صاحب ثأر. أنت قلت أيها الملك، أبوك مات على فراشه، أما أنا فأبي قد مات مقتولا.